تخيل هذا المشهد، الضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم وسيد البشر، والمضيف هو الله جل جلاله. ومن عادة الملوك أن يهدوا ضيوفهم الكرام، فإذا بكرامة الله عز وجل تحل برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تكلم مع الله، ثم يعطيه أعظم هدية، يعطيه أعظم عبادة، يعطيه أحب العبادات إليه، يعطيه الصلاة من فوق 7 سماوات. هذا الحدث كله لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا الحدث مرت عليه أحداث عظيمة، مات أحبابه ومات ناصروه وطرد من الطائف وعذبوه أهل مكة وأوذي أذى شديدا، فأراد الله أن يخبره بأن مقامه محمود ومقامه عظيم، وكرامة له ولأمته يعطى هدية عظيمة ألا وهي عبادة الصلاة. أريد أن أحدثكم عن الصلاة، لكن لن أقول لك أن تارك الصلاة حكمه كذا وتارك الصلاة، لماذا؟ لأني أعلم أنك ما دمت أتيت إلى بيت الله في هذا الحر فأنت ترجو ما عند الله عز وجل، لكن أريد أن أحرك قلبك الطيب حتى يهتم بشأن الصلاة، هذه العبادة التي من أجلها أعرج بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنت بجوارك المؤذن يناديك حي على الصلاة، الله عظمها ورسوله عظمها، أفلا تعظمها أنت؟ إني لا أريدك أن تتعامل مع الصلاة على أنها عبادة لو لم تقيمها فإنك قد تكون غير مسلم، لا، أنا أريد أن تتعامل مع الصلاة على أنها نجاتك، على أنها سعادتك، على أنها حياتك، على أنها هي المنجية. ولذلك تأمل معي قليلا في فضائلها لكي تعرف هذه النعمة التي حرمت منها كل الأمم وأعطيتها أنت، أنك ذو شأن عظيم عند الله عز وجل. الصلاة فرضت 50 وخففت إلى 5 وبقي الأجر 50، لماذا؟ لأن الله يحب أن يضاعف لنا الأعمال، فرضها الله عز وجل بأوقات محدودة. وتأمل معي في روعة توزيعها، الفجر هذا الوقت تنزل فيه ملائكة تجلس معك النهار، وتنطلق الملائكة التي كانت معك طوال الليل، والله تعالى يأتي بك إلى بيته، لماذا؟ لكي تشهد لك الملائكة أنهم تركوك وأنت في صلاة، فيكون هذا شافعا لك ليرحمك الله عز وجل. ثم تأتيك صلاة الظهر عندما تكون الشمس في كبد السماء، لماذا؟ ليقول لك الله عز وجل تركت راحتك من أجلي، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ثم تأتيك العصر، يأتي بك الله، لماذا؟ لأنها الصلاة الأخرى التي ينزل فيها ملائكة المساء ويصعد فيها ملائكة النهار، لأن الملائكة تتعاقب علينا في الفجر والعصر، ولا يريد ربنا أن ترتفع إليه الملائكة إلا وأنت في بيته من أجل أن يرحمك. فإذا انتهى النهار وجاء الليل أتى بك الله إلى بيته في صلاة المغرب، ثم إذا كان العشاء أنت ستموت بعد قليل، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، كلنا نموت الموتى الصغرى، فالله عز وجل لا يريدك أن تموت إلا وقد كتب لك قيام الليل، ولذلك يأتي بك إلى بيته. فإن صليت العشاء فإن الله تعالى يعطيك براءة من النفاق، ويعطيك أيضا قيام نصف الليل كرامة منه سبحانه وتعالى، ثم تذهب إلى بيتك فتنام، وربنا تعالى يحب أن يسمع مناجاتك، ولذلك لا يريد أن يؤذيك في وقت نومك، فينزل هو نزول يليق بجلاله في الثلث الأخير،
ويقول لك إن صلاة الليل هي شرف المؤمن، فتبدأ في وقتك كله في مناجاة مع الله عز وجل. هذه الصلاة، الصلاة فرضت لماذا؟ لكي يكون ارتباطك بالله قوي. الصلاة هي العبادة، هي الدعاء، هي الصلة التي بينك وبين الله عز وجل. الصلاة فرضها الله عز وجل في المساجد، وهي الأماكن الوحيدة على الأرض التي تنسب إلى الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لا اليهود حصلوا على هذا الشرف، ولا النصارى حصلوا على هذا الشرف، ولا أي أمة حصلت على هذا الشرف، أنت أمتك هي التي حصلت على هذا الشرف. وإذا أتيت إلى بيته ضيفا عليه لك الضيافة، فإذا كان المضيف هو الله، فإن لك بكل خطوة تخطوها إلى المسجد حسنة، والحسنة بعشرة أضعافها. فإذا دخلت إلى بيته جلست ملائكة الله تصلي عليك، تدعو لك حتى تقام الصلاة. فإذا صليت مع الناس وتعلق قلبك ببيته أمنك الله من النفاق. ثم بعد ذلك إذا انصرفت من المسجد إلى بيتك كتب الله لك أيضا الأجور، فانظر كم من الأجور تحيط بك عندما تأتي إلى ضيافة الله عز وجل. هذه الصلاة، الصلاة مكفرات لما بينها. كلنا نخطئ، كلنا نقع في الغيبة، كلنا نقع في النظرات الخاطئة، كلنا نفعل ونفعل. نحن محتاجون لننظف، فيعطيك الله الصلوات لتمسح ذنوبك. أليس هذا كله خير؟ إذن هذا الذي يفرط في الصلاة لقد فرط والله في أعظم حبل يربطه بالله عز وجل. فيا أيها المؤمنون احرصوا على الصلاة، احرصوا على الصلاة. مهما بلغت ذنوبك ومعاصيك وأخطائك وغفلتك لا تضيع الصلاة، لأنك عندما تأتي إلى بيته فأنت ضيف عليه، ولا يمكن أبدا أن يخذلك الله. ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. وأجمل ساعة، أجمل ساعة لو حرصت عليها ووفقك الله لها، والله لا تجد في حياتك العجب العجاب، هي أن تقوم قبل الفجر ربع ساعة، نصف ساعة، في وقت ينام فيه الناس، فتقوم وتقول يا مولاي غارت النجوم ونامت العيون، ونزلت يا حي يا قيوم، ففزعت إليك حاجتي كذا وكذا وكذا، تناجيه. القيام الليل شرف المؤمن، لماذا؟ لأن العبادة التي لا رياء فيها، لا أحد يراك إلا الله عز وجل. إذا قمت في الفجر ثم قلت لا إله إلا الله وأنت على فراشك، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لك وعد من محمد صلى الله عليه وسلم أنك لو صليت يستجاب لك وتقبل صلاتك كما في الحديث الصحيح، وتحل عقد الشيطان الثلاث. ثم تصلي حتى يؤذن الفجر، فتخرج من بيتك إلى المسجد في الظلام، فتنال بالبشرى العظيمة التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فتأتي إلى بيته فتصلي، مدة صلاة الفجر نصف ساعة، الصلاة وآيات من كتاب الله، ثم تقرأ وردك وذكرك، هذه ساعة والله لو اعتدت عليها لتجد راحة وانشراحا في الصدر وفرجا في حياتك وتهوينا لشأن الدنيا مهما كانت سوداء في عينك، فاحرص عليها بارك الله فيك. الصلاة يا إخوة هي الصلة، فأنت هناك ترمي همومك. الوحيد الذي كلما سجدت له زدت عزا هو الله سبحانه وتعالى، فعندما تأتي بين يديه فتسجد وتعفر وجهك بين يديه، أكرم ما فيك وجهك فتعفره لله، تزداد بذلك عزا ورفعة، ويكون سماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا نور يعطيه الله لعباده المؤمنين أهل الصلاة. لا يشترط أن يكون هناك زبيبة في جبهتك، لا، هو نور. هذا النور لا يعطى إلا هبة من الله عز وجل. متى؟
إذا ربطت الحبال التي بينك وبين الله فاحرص على الصلاة يا مؤمن، احرصوا على الصلاة يا أحبة، واحذروا من التفريط فيها، فإنها أعظم عبادة يحبها ربنا جل جلاله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المؤمنون الكرام، أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله. فأسألك بالله، يا من جلست في مجلس فتركت الصلاة من أجل هذا المجلس، أيا كان هذا المجلس، بعض الناس تلقاه مثلا موظف أو يشتغل أو يعمل فيضيع الصلوات، لماذا؟ لكي يحرص على ألا يغضب مديره أو كفيله أو لا يقطع مجلسه الجميل الذي هو فيه. أليس الله أولى؟ رزقك بيد من؟ سعادتك بيد من؟ صحتك بيد من؟ حياتك بيد من؟ كل ما تسعى إليه في الدنيا بيد من؟ فلذلك في أمور الدنيا خذ هذه القاعدة، اعمل للدنيا على قدر بقائك فيها، واعمل للآخرة على قدر بقائك فيها. كم ستعيش في الدنيا؟ 70 سنة، هذه مدتها. وكم ستعيش في الآخرة؟ حياة لا نهاية لها. أمن العقل إذن أن تضيع الصلاة، أن تضيع الصلة بينك وبين الله من أجل هذه الدنيا؟ والله كل الدنيا لا تستحق. فيا مؤمن، الله شرفك بهذه الصلاة، الله أذن لك أنك 5 مرات كل يوم تربط الصلة التي بينك وبينه، الله أكرمك، فإذا قلت الله أكبر قال الله أزيل الحجب بيني وبين عبدي. هل تعلم هذا أو لا؟ هل تعلم أنك كلما قلت الله أكبر يأمر الله فيقول أزيل الحجب بيني وبين عبدي؟ فإن قلت الحمد لله رب العالمين رد عليك الله، لا تقول كيف كل الناس، نعم هذا هو الله يقول حمدني عبدي. فإن قلت الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فإن قلت مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فإن قلت إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. في كل صلاة ينجيك الله عز وجل. فاحرصوا على الصلاة يا إخوة، احرصوا على هذه العبادة. أتريدون جلاء الهموم؟ هنا في بيوت الله. أتريدون الحفظ من الله؟ هنا في بيوت الله. فإذا كان يوم القيامة وحشرت الخلائق ودنت الشمس على رؤوس الأشهاد، قامت الملائكة تنادي أين الذين تعلقت قلوبهم في المساجد. هذا بالنسبة للرجال، وبالنسبة للنساء اللاتي حرصنا على إقامة الصلاة في وقتها فلا يؤخرنها. فيا أحبائي، يا أحباب الله، احرصوا على الصلاة، احرصوا على الصلاة، فلقد ضيعت في هذا الزمن من كثير من المؤمنين الطيبين الذين يريدون من ربنا عونهم. فإن أردت العون من الله فأحسن علاقتك بالله عز وجل.